صباح هذا اليوم في جولتنا الثالثة والأخيرة هنا على أرضية هذا الميدان. الشوط التاسع الخاص بإذاعة أبكار المحليات الأصايل لأبناء القبائل في انطلاق وتحدي جميل. نتابع مشاهدينا الكرام الصدارة، نتابع الانطلاق، نتابع التواصل، وهنا الشاهينية لسعيد بن حلوس العامري منداتي على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني الشاهينية لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد منداتينا على ثاني المراكز بالشاهينية، وبرا على المركز الثالث ضاحي بن يمعة بن ضاحي من ياتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع مشهورة للدكتور علي رضا منداتينا على المركز الرابع وتنطلق الى الثالث. المركز الخامس هنا الوصول في هذه اللحظات من الشاهينية لسيد منصور بن الشيبة السبوسي منداتينا على المركز الخامس، وفي المركز السادس تاتي مياسة لسعيد بن مطر بن سالم بالعرضي الحميري جبارة زايد بن سلطان المزروعي من تصل بهذه الانطلاقة على المركز السابع، وفي المركز الثامن الشاهينية لسعيد بن حلوس العامري، وفي المركز التاسع هنا بهذه الانطلاقة الجميلة وتاسع المراكز الشاهينية لمحمد بن سالم بن ثعلوب لقتبي، وعلى المركز العاشر مياسة لحميد بن سالم بن مصر بالقوبع من تاتينا على المركز العاشر. هذه نتائجنا وندائنا الأول للمراكز العشرة الأولى وما خلف العشرة المراكز. هناك أسامي، هناك شعارات تتواجد أيضا ترقبوها في الأمتار الأخيرة. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى الشاهينية لسعيد بن حلوس العامري من تاتي على الصدارة وعلى المركز الأول وبمعيتها هناك والملاحقة بها الشاهينية لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من تاتي على المركز الثاني. أما ثالث المراكز مشهورة للدكتور علي رضا تاتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع هنا الشاهينية من تاتي بهذه الانطلاقة لمنصور بن الشيبة بن علي السبوسي، وعلى المركز الخامس جبارة لسيد زايد بن سلطان المزروع من تاتينا على المركز الخامس في هذه الانطلاقة. زايد بن سلطان بو حمد المزروعي من تاتي بانطلاقة جميلة خامسا، وفي المركز السادس مياسة على سادس المراكز سعيد بن مطر بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز السابع تأتي وبرة لضاحي بن يمعة بن ضاحي من تاتينا هذه الانطلاقة على المركز السابع، وفي المركز الثامن الشاهينية لمحمد بن سالم بن ثعلوب من تاتي على المركز الثامن، وفي المركز التاسع مياسة قادمة على تاسع المراكز لسيد حميد بن سالم بن مصر بالقوبع من تاتينا على تاسع المراكز هذه اللحظات وتتسلل الى الثامن الى السابع وفي طريقها. اما المركز الثامن هنا اسم جديد والشاهينية لسعيد بن حلوس العامري، ووصلت هنا سلهودة قادمة، قلنا اسامي قادمة، واول ندى لسلهودة للسيد حمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير من تنطلق باول ندى الى عاشر المراكز وفي طريقها الى المقدمة. ونعود مشاهدينا الكرام، نعود الى الصدارة، نعود الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط والانطلاق والتحدي والاثارة والشاهينية لسعيد بن حلوس العامري من تسيطر على صدارة هذا الشوط، تسيطر على المقدمة وعلى المركز الاول الشاهينية. في المركز الثاني لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد تاتينا على المركز الثالث
الثاني وثالث المراكز. وصلت سلهودة، وصلت سلهودة من العاشر إلى ثالث المراكز، وعينها على المقدمة لسيد حمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير من تاتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مشهورة للدكتور علي رضا الشاهينية، في المركز الخامس الشاهينية وملكيتها لسيد منصور بن الشيبة بن علي السبوسي، ومياسة مياسة الحميد بن سالم بن مصر بالقوبع من تاتي على المركز هذه اللحظات السادس. وفي المركز السابع جبارة زايد بن سلطان المزروعي، ووصلت الشاهينية احمد بن محمد بن كراز المهيري في اول ندى ايضا من تاتي بهذه الانطلاقة الجميلة على ثامن الموروكوز. يا سلام والتحديات. المركز التاسع مع الكيلو متر الاخير شاهينية لسيد سعيد بن حلوس العامري، والمركز العاشر تأتينا جوهرة لسيد سالم بن سعيد بن منانة السويدي. ونعود الى الصدارة، نعود الى المقدمة، الى الشاهينية لسعيد بن حلوس العامري من تسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة وعلى المركز الاول. ولكن مياسة مياسة العود من تاتي على ثاني المراكز سيد حميد بن سالم بن مصر بالقوبع من تاتي على المركز الثاني في هذه اللحظات. والمركز الثالث هي الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الله التحديات جميلة التحديات، ولكن هنا أشكرك يا مصورنا، تابع لي هنا مياسة من انطلقت على الصدارة، انطلقت على المقدمة على المركز الأول. سلام ندي الشبة، سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا لحميد بن سالم بن مصر بالقوبة على هذا الأداء الجميل للشاهينية وانطلاقتها وفوز جميل. سلالة مياسة هي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تهانينا والناموس على فوز مياسة سيد حميد بن سالم بن مصر بالقوبع ولحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني للسيد سعيد بن حلوس العامر، المركز الثالث الدكتور علي رضا، المركز الرابع أحمد بن محمد بن كراز المهير، المركز الخامس سيد حمدان بن محمد بن رهيب غدير، المركز السادس سالم بن سعيد منانة، المركز السابع لسيد محمد بن أحمد مايد خليل، المركز الثامن منصور بن الشيبة السبوسي، المركز التاسع مشاهدينا الكرام لأحمد بن سعيد بن أحمد الرميث، والمركز العاشر نتركه إلى مركز واحد هنا. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصوله هنا مياسة بسبع دقائق 45 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا للسيد حميد بن سالم بن مصر بالقوبة المنصوري على هذا الفوز الأداء لمياسة. أما المركز الثاني فكان من نصيب الشاهينية للسيد سعيد بن حلوس العامري بسبع دقائق 47 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكانت مشهورة من وصلت في ثالث المراكز مشاهدينا ومتابعينا الكرام للدكتور علي رضا بسبع دقائق 49 ثانية خمسا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع على هذا الأداء الجميل في هذا الصباح.